السودان معلوم يتعرض الآن إلى مؤامرة، نحن نقول مؤامرة، شركاء إقليميين ودوليين، بعض المشترى النفوس المشترى من الوطنيين يتآمروا على شعبهم، لكن هذا الأمر في النهاية الإرادة الشعبية الصادقة الوطنية ستنتصر، وفي النهاية السودان سيقف من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبه وبفضل مساندة الوطنيين من أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية. تحية للقيادة الجزائرية مرة أخرى، تحية للشعب الجزائري، ونكرر شكرنا وتقديرنا الكبير جدا وامتناننا لما لمسناه من تفهم لقضايا السودان ومن ترحاب بالمشاركة في تذليله.